السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايب قلبي؟ عامل ايه؟ يا رب تكونوا بخير حبايب قلبي. ما تنسوش الاشتراك في القناة وتفعلوا الجرس عشان يسلمكم كل جديد، وتعملوا لايك كتير كتير للفيديو. حبايب قلبي وحشتوني جدا 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 اوي اوي اوي. حبايب قلبي ما تنسوش بقى اللايك والاشتراك لينا، وتروح عند هيدودة كده تعملوا اشتراك ولايك. ما تنسوش بقى كده تفرحوا قلبها كده وتوصلوا 50,000 مشترك اسرع وقت. طبعا يا حبايب قلبي فيديو النهارده كده اللي احنا هنمثل يعني الام المضحكه والبنت البخيله. طبعا خليكم معانا، طبعا انا البخيله والمضحكه. قبل اي حاجه حبيب قلبي، كل سنه وامهات المسلمين كلتها طيبين وبالف خير وسعداء، ويعد عليكم الايام بخير امهات المسلمين اجمعين، والام اللي ميته طبعا الله يرحمها برحمته الواسعه ونور قبرها ووسع قبرها. الله يرحمك يما بالف الف الف مليون رحمه تنزل عليك يما يا حبيبه قلبي. انتوا امهات المسلمين اجمعين اللي اعرفهم واللي ما اعرفهمش، الله يرحمك يما، الله يرحمك يما، الله يرحمك يا حبيبة قلبي. انت واخواتي على وابويا صوتك شوية والمسلمين ماما. ربنا يرحمكم برحمة الواسع امهات المسلمين اجمعين. يا رب امهات المسلمين اجمعين، اللي ميت كده ليه ام يرحمها برحمته الواسعة الفاتحة لهم كلتهم اللي عرفوا واللي ما عرفوش امهات المسلمين اجمعين يا حبايب قلبي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدنيا كان عبودي وكان السعادة صلاة المستقيم، صلاة الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الله يرحمهم كلتهم برحمته الواسعة. الله يرحمك يما، عيدك في الجنة يما، أنتوا أمهات المسلمين يا رب، عيدك في الجنة يما، أنتوا أمهات المسلمين، يجعلكم في الجنة ونعمها أمهات المسلمين أجمعين يا حبايب قلب. والأم اللي عايشة طبعا كل سنة وهي طيبة وسالمة، والسنة الجاية يا رب كده تكون في احسن حال وسعداء، وتتهنوا كده بحبايبكم يا رب، باولادكم باولادكم وحبايبكم، وكل سنه وانتم طيبين امهات المسلمين اجمعين يا حبايب قلبي. يعودها عليكم الايام بخير يا رب، يعودها عليكم الايام بخير يا امهات المسلمين وطبعا اجمعين. يا حباب قلبي بقى كده زي ما قلت لكم فيديو النهارده بقى كده زي ما قلت لكم، الام يعني اللي بتضحك، والبنت البخيله البخيله وماما اللي خليكم معانا بقى عشان نمثل الدور. يلا بينا. ماما حابه تقول لكم كلمه هنا يا وانا بابا. يا حبيب قلبي كده يا رب كده كل سنه وانتم طيبين طبعا امهات المسلمين اجمعين، ويرحم كل ام كده ميته يجعلها في الجنه ونعيمها يا رب. وطبعا انا والله والله ربنا الاعلم بيا، ما انا قادره، انا بقالي يجي اسبوع ظهري ما انا قادره اتحرك منه والله، وعندي برد وتعبانه، بس قلت برضك هطلع معاكم ويعذروني حتى لو انا صوتي واطي او كده، يعني حتى طالعه عشان خاطر ايه. هاي رميساء قالت لي يا ماما اطلعي والنبي يا ماما عامله معايا كذا كذا، قلت لها ماشي يا رميساء، خليكم فاعذروني معانا لو بقى. انا صوتي يعني واطي او كده، فاعذروني كده وادعوا لي كده بالشفاء، ربنا يشفيني ويفش عني يا حبايب قلبي. خليكم معانا بقى يا حبايب قلبي. يلا بينا. ازيك يا ماما؟ الله يسلمك يا بنتي. النهارده بقول عيد الام يا بنتي ولا ايه؟ لا ولا بكره بقى ايه؟ لا مش ما فيش عيد ام. ليه؟ الله اكبر، ده بكره بتهيألي عيد الام يا بنت. الله اعلم. الله اعلم. ايه؟ لا بكره عيد الام، بكره 21 بتهيألي. هات التليفون كده اما اشوف بكره 21 ولا ايه. مش بكره، ما فيش بكره حاجه. لا يما ما فيش بكره حاجه، مش بكره بكره حاجه. كام في الشهر يا بنت؟ بكره 21 بتهيألي صح؟ اه بكره عيد الام. لا يما لا امال انت هتجيبي لي ايه كده؟ هتجيبوا لي كده انتوا مش واخواتك كفاني كده؟ معاكي. انتوا طبعا معايا بالدنيا بحالها يا حبايب قلبي، بس برضك اكبروا بخاطر ربنا، اكبر بخاطركم. انا زيك يما، انا قاعده معاك. انا زيك، انا معايا فلوس يعني، اكبروا ولا ابويا برضه بخاطر. لا يديني ما انت فلوس ما انت ولا دي بتاخدي ولا دي. ما انت بتاخدي منها طول السنه يا بنت، وبتحوش وبتقولي عيد الام، ولا انا يعني كبرت وما عدتش عارفه حاجه؟ لا انا عارفه عيد الام امتى يما، عشان كان عيد الام ده بالذات بجيب لي نانا كل حاجه، صح ولا لا؟ مش كنا بنجيب لي نانا؟ ربنا طيب يرحمها. يعني انت تفتكري نانا دي يعني لو اخر يوم في عمر الواحده، انت عارفه نانا كنا بنجيب لها ايه؟ طبعا هل انت عايزه دلوقتي؟ عاوز عيد الام يا بنت، انت جبت لي اكبر بخاطر كده، ربنا يكبر بخاطرك. جبت لك ايام انا وانت على الله. ازاي انا وانت على الله؟ انا بشحت منك ده حقي. حقي؟ اه حقي، امال ايه؟
ازاي حق؟ الله مش معايا يعني، انا اجيب لك منين؟ اروح انا اسرح واجيب لك؟ تسرح وتجيب عشان خاطر ماما، ده من كل سنة مرة، عبال كل سنة وانا طيبة. اه عبال كل سنة وانا طيبة يا حبيبتي يا كده، انا معيش فلوس. وامهات المسلمين اجمعين كده طيبين يا رب، يجعلها سنة سعيدة عليا وعلى المسلمين يا رب، استنى يجعلها سنة سعيدة عليا وعلى المسلمين، وكل سنة وانا طيبة وامهات المسلمين طيبين اجمعين يا رب. انا جايبالك هدية. انا فرحانة عشان عيد الام والله. دي ايام وردة اهي. وردة، ده الوردة دي كانت مستنى اللي فاتت يا بنتي، الوردة دي كانت مستنى اللي فات، كانت فين يعني؟ من لسه كانت بره في جايبها. البار في البتاع النيش بار. لا انت طب كل سنة دي بقى ايه؟ كل سنة بتجيبلي الوردة دي. عقدة ام النور يا سيدي، ده اللي انت جايباها ليه؟ عقدة ام النور. برجع كده شيلي كده. يو 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 يا دي، انا بتاع حيطه هتزوقيني ولا انا ايه؟ لا ده دي عيد، امال ده دي دي عيد دهب. يعني انت جايبه لي دي وجايبه لي دي؟ دي بربع جنيه، ودي دي بجنيه ونص. بس دي يا بنتي كانت من السنه اللي فاتت، ينفع يا وانا ريسه؟ اشتريت واحدة كمان زي امال دي. الفلوس يا رمسيس اللي انت محوشاها مني فين؟ ما هو دي بربع جنيه ودي بجنيه ونص، يلا يعني شوف ربع جنيه ونص. طب استنى ما تشدنيش عشان تعبانه ظهر وجعني. يعني دي يعني ايه؟ يلا يا بنتي مقبولة منك يا بنتي، مقبولة حلوة يا عم، حلوة. تتهن تتهن يا بنتي، وكل سنة وانت طيب تتهن. لا لا تحطني مش هعرف اشوف، حطها كده قدام. بس انا زعلانة منك يا رميساء، وجايبه لك غوشة كمان. انا زعلانة منك. لا دي يا رميساء دي من السنة اللي جايبه لك فاتت، غوشة ودي كمان. انا في عيد ميلادي. تبقي تعلقي لي حاجات من دي في عيد ميلادي. خد غوشة لكن حبيبتي، دي ايه جايبه لك دي؟ غوشة كمان. دي اللي انت جايباها دي؟ جايبه لك غوشة. اللهم صل على حضرة النبي، اللهم صل. بس انا يا جميلة وجايبه لك جميلة، خاتم كمان اهو، الله عليها وعلى جمال، وجايبه لك خاتم كمان اهو الله يا عليها ستي، جميلة والله يا حبيبتي. بس وخاتم انا اهو. لا، بس انا عاوزة حاجات غير كده يا رميساء. وكمان خاتم اهو يا ستي، الخاتم والدبل، الخاتم اهو، اهو جايبه لك خاتم ذهب الخاتم اهو. اهو، والبتاع اللي اسمها دي يا سوير انسيال، سوري. اسمها انسيال باين. الله جميلة ايه جميلة، جايبة لي انسيال وخاتم. وجايبة لي خاتم. لا بس انا دولت يا رميساء مش عاوزاهم، انا عاوزة حاجة طب تانية. خلع الخاتم ده، مغضو حلو اهو. مش انت جايباه في عيد ميلادي؟ لا حتي حتي، ده انت لبست لي الخاتم ده اهو 100 مرة وقلعته لي 100 مرة. هو ده؟ لا 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 كل سنة وانت طيب. وانت طيبة يا ام، وانت طيبة حبيبة قلبي. يا اخواتك هيجيبوا لي ايه؟ اخواتك هيجيبوا لي ايه؟ ما اعرف، يمكن يجيبوا لك ربع جنيه ولا حاجة في دي. ربع جنيه؟ انا مش عاوزة يا ام دي. لا لا انا مش عاوزة دي يا حبيبة قلبي، مش عاوزاه، هترجعها واخد مش منها عاوزاه. انا عاوزة حاجة تانية، انا عاوزة مثلا يعني حاجة حلوة يا رميساء، انا عاوزه حاجه يعني حاجه قيمتها حلو. لكن دولت انت جايبه لي دول ايه يا بنتي؟ جايبه لي دول ايه؟ اعمل بدول ايه؟ اعمل بالورده دي، ده الورده ده من السنه اللي فاتت، والبتاع ده انت شاريانا. انا عيد ميلادي، عيد ميلادي ده حتى جايبه له مقطوع، حاسب ظهري، ده حتى جايبه له مقطوع. دي عيد ميلادي، ده حلق، ده حلق وحلقه في جميل ازاي؟ مش عاجبينك اخدهم ارجعهم. انا قاعده اما اشوفك هتجيبي لي ايه يا ميساء؟ ما ينفعش كده يا ميساء، انا هشحت العيد ميلاد منكم يا بنتي. خدي يا ماما احلى طبله، طبله لا رمضان. هشحت عيد، لا سيبي دي يعني لما يجي رمضان. كل سنه وانتم طيبين يا رب. عمال اجيب لك ايه؟ هتجيبي لي ايه؟ يعني انا اشحت عيد الام من عيالي؟ الواحده تيجي على امها تبوس ايدها وتوطى على رجلها تبوسها، حق تربيتها، حق تربيتي. يا انت عيالي لو جبت له حتى ورقه فاضيه هقول لكم كل سنه وانتم طيبين. يا بالك كمان دادي دي دردب دبي، انا وانت هعمل بدول ايه؟
نعمل بهم ايه؟ انا عاوزه حاجه يا بنت، حاجه حلوه، انا عاوزه حاجه حلوه، كلهي حاجه حلوه كده، هديه كده بتاع عبايه طرحه. انت عايزه اكتر من كده؟ ما انا جبت لك الهديه، لا تاخديها لا رجعها. انت خدت ياما الاسوره وخدت طيب الختم، ماشي، مش عايزه منك حاجه يا رميسان. مش مهم يعني البخل لحد كده، البخل بتاعك لحد كده. امال امي ليه مش تجبر خاطري كل سنه مره؟ تجبر خاطر انتوا واخواتك وابوك كل سنه مره، ولا تكسروا بخاطر؟ حرام عليكم، ما انا ربيتكم ليه؟ ده انا ربيتكم بدموع العين، ده انا ربيتكم بدموع العين يا امل يا رميسان، انتوا واخواتك يا رميسان. كسر بخاطري يا رميساء، ما تجيبليش دي يا رميساء، جبلك دي يا بصي. مش عاوزة منك حاجة، مش عاوزة منك حاجة يا رميساء. مش عاوزة منك حاجة يا رميساء، دي يا رميساء. ليه دبدوب اهو؟ لا أنا مش عاوزة دي بأرضك، أنا يعني انا مكلفة نفسي لا دي، انا مش عيله دي صغيره، انا بتلات. مربياكوا. شوف انا مربياكوا بدمع العين، مربياكوا بكل حاجه حلوه في الدنيا، ربيتكوا وعلمتكوا وعملت لكم كل حاجه حلوه في الدنيا. ربكوا يا رميساء، دي جازات جايبالي بتاع لعبه، جايبالي بتاع خاتم، وجايبالي بتاع من السنه اللي فاتت وجايباهم لي. انا مش عاوزه منك حاجه، يلا ياما، انا مش عاوزه الا من ربنا يشفيني وحش عني الوحش، انا وجميع المسلمين اللي في الدنيا يا رب، وكل ام طيبه يا رب كده، وسلمى وغلمى يا رب كده، ويسعدكم ربنا يا رب. انا مش عاوزه حاجه، انا مش عاوزه الا الستر من عند ربنا، ربنا يستركم كده يا حبيبتي ويفرحني بيكم، واستركوا كده في دنيوكوا، واستر امهات المسلمين كده وبنات المسلمين اجمعين، يسترهم يا رب بحق ايام طالعه ربنا، بحق ايام جبر كده، يستر بنات المسلمين يا رب، امهات المسلمين، وكل سنه وهم طيبين وسالمين وغالمين يا رب. فين بقى الهديه؟ خلينا نقفل الفيديو عشان ما يطولش عليه. عيد الام يا حبيبتي، معي معاكيش ايام، معي انا مستناك قاعده اهو يا بنت على السرير، تجيب العيد الام يام، تكبر بخاطر امك يام. معيش، معاكيش ايه يا بنت؟ والله ما معاي. امال انا بعد ما اربيك عشان تقولي ما معيش يا بنت؟ معاكيش ايه؟ خد كريمه. امال اعمل لك ايه؟ ما معيش انا يا ماما، انا اش هتواجب لك؟ يعني كفايه يا انا معاكي. انت بتحوش من اول السنه ياما، ودتهم فين؟ بحوش فين؟ وديتهم فين؟ وقلت انا هجيب لك عيد الام يا كفايه ماما، ان انا معاك، كفايه ان انت ما هو كفايه ان انت معايا بالدنيا بحال، بس عيد الام عاوز احس ان انا ليا اولاد كده ومهتمين بيا كده، وعارفين ماما دي عملت لهم ايه، ربيتهم وعلمتهم وجوزتهم وصرفت عليهم وعملت كل حاجه لهم لها حلو. لازم تبقى بقول لك الجنه تحت رجلين امها، اقدام الامهات، ماشي؟ بقول لك امك ثم امك ثم امك، يعني ربنا ذكر امك كم مره اهو، ماشي؟ تبقى تحت رجلين امك، انت خلافك ملكوش بركه الا امكم. في عيد الام غير عيد الام، كل سنه كده والعالم كلها طيبه، مش عيد الام بس يوم عيد الام بس طبعا يا حبايب قلبي، لا طبعا عيد الام كل يوم عيد ام يفوت على الام، كل ثانيه وكل لحظه عيد ام تفوت على الام. طبعا مش يوم عيد الام هو العيد الام، لا يا حبايب قلب، يوم عيد الام طبعا كل يوم يفوت على ام مسلمه يبقى عيد لها، وطبعا يا حبايب قلبي الام تبقى يعني البنت ولا الواد تحت رجلين امها، لولا الام ولولا الاب مش هيبقى ايه، مش هيبقى الاولاد، لازم الام تبقى تحت طعم، البنت تبقى تحت طعم امها، من غير ما تطلب منها الحنان لازم البنت تبقى حنينه في امها، لازم الواد يبقى حنين في امه، ما حدش يجي على امه، ما حدش يجي على ابوه، يعني ما حد، لان ده كاس وداير، هو كاس وداير على الناس، اللي هتعمليه هتتلاقيه، اللي هتعمله هتتلاقاه، يعني دي لازم سلف ودين يا حبايب قلبي، يعني ملكوش بركه لامكم وابوكم، من غير قعد ام ومن غير اي كلام من الكلام دي، لازم الام هي فوق تاج فوق راس الدنيا دي كلتها،
اني ام حبيبه قلبي يرحمها برحمته الواسعه ونور قبرها ووسع قبرها واجعلها في الجنه ونعيمها نايمه ساكنه كده، هي اخواتي وابويا والمسلمين كلتهم. امي دي هي دي الحنان اللي كان ليا في الدنيا، بعد امي دي ماليش اي حد طبعا. امي دي كانت الحنيه الطيبه، روحها كانت في الوحدة، كانت بتطلعها من حنكها كده وتدهاني. أنا يوم ما أعمل مش هعمل ربع أمي ما كانت بتعمل لي، يوم ما أعمل لعيالي مش هعمل ربع أمي ما كانت بتعمل لي كده، مش هعمل حاجة منها. فربنا يرحمها برحمته الواسعة، وانتوا مالكوش بركة إلا أمهاتكوا، وتبقوا تحت رجلين أمهاتكوا، ومن غير ما يطلبوكوا، من غير ما يقولوا لكم تعالوا، من غير ما يقولوا لكم روحوا. دي الأم، لولا الام اللي ماليش الخير في امه ماليش الخير في اي حد في الدنيا. الواحده اللي جوزت ومستهتره بامها، مستهتره بابوها، ومستهتره باخواتها، الواحده ملهاش الا امها وابوها واخواتها. مهما تروح ومهما تيجي ومهما تعمل، عمر ربنا ما يرضى عليه الا ما يكون امها راضيه عليها وابوها راضي عليه واخواتها راضيين عليه. يعني الجنة تحت رجلين الأمهات. حبايب قلبي، اللي له أم مزعلها، اللي له أم مخاصمها، اللي له أم ما بروح لهاش، اللي له أم مقصر في حقها، اللي له أب مقصر في حقه، اللي له بردك أخ مقصر في حقه. يعني الأم غير الأخ وغير يعني الأم والأب غير الأخ وغير أي قرايب. لازم الأم تراضيه. لو انت زعلانه معاها روح بس دماغها، لو انت مخاصمها بس دماغها، لو انت لو في اي حاجه كانت هاتي كده شبشبها وحطها على دماغك، على دماغ يعني هاتي الشبشب بتاع امك كده وحطها على دماغك كده، حتى لو هي وحشه، لو هي فيها ايه. الام طبعا ما فيش غنى عنها، الام اللي يفهم، البت اللي تفهم، الراجل اللي يفهم، الواد اللي يفهم، اللي لسه صغير، البت اللي لسه صغيره وبتهمل في امها وفي ابوها، هات الشبشب بتاع امك وحطها على دماغك. مهما تعملي لامك ولا ابوكي مش هتجاز امك ولا ابوكي. لا حق تربيتهم ولا حق تعليمهم ولا حق حنيتهم ولا حق جوازهم. وكده يا حبايب قلبي، يعني هقول ايه، يعني معلش يمكن مش قادرة اتكلم ولا قادرة اتحدث، والله اني تعبانة، والله ربنا الاعلم بي، بس طبعا لازم اطلع. وطبعا لسه رمائزة هنجيب لعيد الام، وهطلع معاكم برضك وهتكلم على الام روح انا برضك، جبت لك الوردة. ماركوش بركة لامكو. وبعدين انت يا رمائزة عندي بورد الدنيا، وعندي بالعالم كله، وعندي بكل حاجة حاسبة عشان ظهر يوم، وعندي بالعالم كله كده، وعندي كده ان انت فاتحه الباب عليا وتدخلي وتطلعي عليا كده يا ساقه، بالعالم كله والدنيا بحالها كده يا حبيبه قلبي. وكل سنه وانت طيبه، وكل سنه وانا معاكي منوراكي. وكده هنكون وصلنا لنهايه الفيديو، ما تنسوش الاشتراك في كل القناه، سنه وانت طيبين يا وتفعلوا حبايبي، كل عشان سنه وانت طيبين، واعملوا لايك بقى لمهايدي، وادعوا لها ربنا يشفيها عشان انا تعبانه والله. وطبعا انت بتحب امهاتي. ماما نسيت يا حبيبي، كل سنه وانت طيبه يا احلى ماما نوره في الدنيا. ده لسه هو انت هتقولي لها كمان في الـ في الـ في الـ في العيد بتاعك لما تيجي تقدميه. انا قلت امهات المسلمين اجمعين، وانت يا نوره كل سنه وانت طيبه وسالمه وغنمه، ويسترك في الدنيا وفي الاخر، وحنن عليك قلوب الدنيا دي كلتي، وكل عام وانت طيبه يا نوره وامهات المسلمين اجمعين. وطبعا ام لينا حبيبه قلبي يسعدك ربنا ببناتك، وكل سنه وانت طيبه، وكل يوم وانت طيبه، وكل ساعه وانت طيبه، ويعود عليك الايام بخير يا ام لينا، انت وعيالك كل سنه وانت طيبه، انت واولادك يا ام لينا، وجميع امهات المسلمين اجمعين كل سنه وهم طيبين يا حبايب قلبي. واللي ليه ام يا حبايب قلبي معرفش قيمتها، انا اشتلت امي 12 سنه 13 سنه وما عرفتش كمان قيمتها، يعني اشتلتها ما عملتلهاش واجبها كمان. اني اشتلت امي كده، انا ورميساء طبعا واخواتها، استناها بقى نوديها الحمام ونجيبها الحمام، 195 سنه بقينا يعني اوديها الحمام واشطفها كل يوم، وكانت امل ورميساء دي
تطلع من الحمام تشاكل كل واحدة تقعد على سرير نانتي، وواحدة تقعد الجهة دي وواحدة تقعد الجهة دي، ونشتغل على الضفاير بتاعتها عشان نسرحها. وكل واحدة تسرح لها جيها، أمل جيها ونانتها جيها، أمل جيها ورميساء جيها، ماشي، وشكله على الضفاير بتاعت نانتنا. عشان مين اللي يعمل اللي يسرح لها ويعمل لها الضفاير؟ وكمان احنا ما وفيناش حق امي، يعني اني حاسه انني لو انا يا امي عملت فيكي حاجه، سامحيني 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 يا حبيبه قلبي، لو انا عملت فيكي حاجه يا امي سامحيني، وكل عيد وانت طيبه، وكل عيد كده وانت كده نور، كده ونور عليكي في قلب المقابر، وان شاء الله ان شاء الله بكره ان شاء الله هصور معاكو، وانا رايحه المقابر لامي وراح ازورها ان شاء الله، لو قدرت يا حبايب قلبي هروح المقابر واصور لكو، وانا عند ايه، عند الحاجه كده يرحمها برحمته الواسعه امه المسلمين اجمعين. معلش لو طولت معاكو في ايه في الفيديو، وانا ما خدتش العيد الام يا ساقه برضه، هجيبها لك في الفيديو ما الجاي، خدتش عيد الام يا بخيله مش هقول لك على يا اللي بخيله. فايه خليكم معانا بقى، وملكوش بركه الا ام هايدي، وهايدي طبعا ربنا يسعدكم ويفرح قلبكم بعيالكم بحبايبكم، كل سنه وانتم طيبين، واشوفكم على الف 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 خير.